أنا لما بصير شيء بحس حالي إنه لازم أكون في الميدان، ما بقدر أكون في المكتب، يعني بحس إنه هذا هون مكاني. يعني أنا إذا بتيجي هلأ بتخيرني بقول لك إن شاء الله ما بصير ولا أي شيء، بس باللحظة اللي بصير إشي بصير همي بس كيف أكون موجودة، بصير همي بس كيف أكون موجودة. Thank you.